يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا وبينوا، احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية، انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا، والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا، يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم، بارك الله فيكم. مين؟ ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لا يؤذوك، تعال هنا صلاح، ابعد ابعد لا يؤذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. اكتب لنا في مكرمك، يا لطيف اللطف. اكتب لنا في مكرمك المقدم، اكتب لنا في لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. المكتفين اشداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السوداء دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ انا مش مصدق الكلام ده صلاح. ما احنا البني ادمين كده جهله، ما بنصدقش اللي بنشوفه بعنينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول، ايه المطلوب؟ عايزه بخور بس غالي شويه، ب 5000 جنيه. ليه؟ اقول لك عليه وجيبه انت ماشي، تديني فلوس واجيبه انا ماشي، اللي انت عاوزه. طب انا عندي حل كويس، ادي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ اكملهم لك الخمسه. تبقى تجيب انت البخور، دي حاجات غاليه وتمنها بيدفع مقدم. انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا. خلاص يا حاج صلاح، اديني دقيقه اروح اجيب لك 5000 جنيه. انا هاجي معاك يا محروس. استني انت، بص على مراتك. هي ام صباح خير ان شاء الله. مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية. أبو سيدك يا كوثر ما توضحنيش. خمار، بسم الله ما شاء الله. إيه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وإنتي على ذمة التاني. اسكتي يا كوثر اسكتي. إنتي هربتي لما راشد قتل الونش. اسكتي بقولك اسكتي. هسكت بس قوليلي، الناس دي دفيعة ومعاها فلوس؟ ما إنتي هتاخدي 5000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ ال 5000 دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي. علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحه اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسليه. انا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم، انا مالي؟ استنى عليا اسبوعين بس، هضحك عليه باي كلام عشان اجيب لك المبلغ. اسبوع ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبه قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسليه. انا اول مره اعرف ان في بخور ب 5000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها بالسلامة. زوزو انت فين يا قطتي؟ حاجة زينب زيتي. Thank you.
زينب 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 يا نصرة يا نصرة.